الجمهورية وللشعب اللبناني. نبيل بومنصف الصحافي في جريدة النهار رئيس التحرير، يعطيك العافية أستاذ نبيل، قراءتك لو سمحت لهذا القرار، لهذه المشهدية التي أوصلت إلى هذا القرار. المشهدية كانت دراماتيكية بالتأكيد، خصوصي بالساعات الأخيرة اللي تعرض فيها وسط بيروت لغزوات الشغب وفرق الشغب، واللي كان معروف شو عم بيقول ومعروف شو عم بيقولوا اللي وجهوها. بس بالنسبه للرئيس الحريري كان معروف انه رح يستقيل مش من اليوم، من قبل، وانا بعتقد انه هذا القرار بيدل على احترامه للاراده الشعبيه، وبعتقد انه الرئيس الحريري كان رجل دولي كثير كبير اليوم لما استقال احتراما لانتفاضه الشباب، وما زيّرها غير الشباب والانتفاضة الشباب، إرادة التغيير، الأمر الذي يعني أنه حقق لهم أول شيء بالأهداف اللي هن عم يطلبوها، ووضع كل الطاقم السياسي في البلد قدام ساعة الحقيقة يلي ما في إمكانية حدا بقى يتجاوزها، وأنه تفضلوا أو بتبلش مرحلة جديدة وننقذ البلد فيها ونحميه، أو البلد رايح على الخراب. أنا بعتقد هذا موقف كثير مهم وسيدخل من خلاله التاريخ الناصع باستقالته، وسيضع كل العالم قدام مسؤوليته في إنقاذ لبنان، لأنه ما يحدث بالواقع الاقتصادي والمالي في لبنان شديد الخطورة، وما بدأ يحدث بالواقع الأمني اليوم على إيد هالفرق اللي فائتت لهون وعاثت في الأرض فسادا أكثر من أي مرحلة سابقة. أستاذ نبيل، يعني كان عم ينحكى أن الرئيس الحريري بده على الحل السياسي، الإفراقاء الآخرين يريدون الحل الأمني، وهيدا حتى أكدوا برسالته، وكان عم 100% صحيح، لأنه أثبتته الوقائع اللي صارت 3 ساعات اللي سبقت الاستقالة، وأنت شفت وكلنا شفنا، وعندكم مجريح من الام تي في وعندنا مجريح من النهار بالمستشفى، اثنيناتنا عنا ضحايا. استدراج الوضع الى حل امني كان كثير واضح وكان كثير خطر. لو ما الرئيس الحريري يثبت على قراره ويستقيل كنا رحنا على شيء أسوأ بكثير من اللي كنا عم نشوفه. طيب القوى السياسيه كانت تحاول ثنيه حتى اللحظه الاخيره، شو كان؟ من القوى السياسيه، بعض القوى السياسيه. مين يعني؟ يعني رئيس الجمهورية وطياره، يعني الثنائي الشيعي. عظيم، ما هيدا اللي قصدنا، ليش كان بعضهم يعني كان في حكي امبارح عن تعديل ورفض مبدأ التعديل تحت عيار تحت شعار المعيار الواحد، يعني ليش راح الرئيس الحريري إلى الآخر؟ إلى الآخر لأنه الرئيس الحريري يبدو أنه كان أكثر من اولا بالنظام السياسي القائم، النظام الدستوري عندنا، التغيير يا طال الحلقه الاساسيه هي الحكومه دائما، وقت اللي بدك تغير ما فيك تغير لا بمجلس النواب ولا برئاسه الجمهوريه، وين بدك تغير؟ بدك تغير برئاسه الحكومه. طيب هذا نظام ارتضيناه جميعا، هو نظام دستوري، ولا بد من اللعبه الديمقراطيه انك تغير حكومات لما بيكون في ازمات كبيره او لما بيصير في استحقاقات، ما هيك؟ نعم. ولكن في الواقع السياسي يبدو انه الرئيس الحريري عطى مهلي اقل من جمعتين، حتى اليوم الرابع عشر لقى انه العمليه رايحه على انسداد كبير والبلد يتجه الى تدهور هايل. شركائه في السلطه ما كانوا عم بيشوفوها بنفس المنظار. الثنائي الشيعي ولا سيما منه حزب الله عم بيشوف بالبلد انقلاب امريكاني يا خيي خليجي عليه، كل العالم اللي ماشي بالانتفاضه عنده عم بتمولها السفارات. ما هيك؟ نمرة 2، رئيس الجمهورية كمان ما قبلان يرضخ قدام المد الانتفاضة لأنه بيعتبره نايل من عهده.